كانت الحياة على مشارف الصحراء في أقصى الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية شاقة وبالغة القسوة، بعد أن ظلت أنماط الحياة فيها بلا تغيير يذكر لعشرات السنين. الوسائل الحديثة لم تكن معروفة على الإطلاق، والركود والجمود كانا السمتين السائدتين آنذاك. لقد كانت عمان في واقع الأمر تعيش في عزلة عن بقية أنحاء العالم. لم يكن بالبلاد بأسرها سوى طريق ممهد واحد في العاصمة مسقط، كما لم يكن بالعاصمة سوى مدرسة واحدة صغيرة من مدارس التعليم القليلة آنئذ. وكان ذلك مدعاة لنزوح الكثيرين عن عمان هربا من حلكة الظلام وقسوة العزلة.